أرحب فيكم مشاهدين الكرام، حياكم الله في برنامجكم على سحور. احنا متواصلين معكم ومع ضيوفنا اللي نورونا طبعا من خلال هذا البرنامج. شاب له فترة في الإذاعة، مذيع من الأصوات اللي حبوها مستمعي إذاعة هلا اف ام. طبعا ضيفنا الأول في حلقتنا لليوم، ويسعدني أن أرحب فيه، إبراهيم الغيبر. مساء الخير وكل عام وانت بخير. مساء النور وانت بخير إن شاء الله. شيماء، بداية نشكركم على استضافتي في البرنامج الجميل بصراحة، يعني أنا سعيد اليوم تواجدي معكم هنا، وإن شاء الله نكون نقضي معكم جو حلو إن شاء الله. مساك ألف خير يا رب إن شاء الله، وكل عام وانت بخير ويعطيك الصحة والعافية. وأنت من يعني الأصوات الجميلة اللي تعودوا عليها مستمعي هلا اف ام، ودائما كذا أنت تواكب الأشخاص اللي يطلعون من الدوام وهم رادين البيت، فأنت صديق دائم معاهم وصاحبهم أول بأول. ياما ونسنا وإحنا طالعين من دواماتنا وإحنا نستمع إليك دائما، فأنت صوت جدا مميز، نورتنا على السحور. تسلمي الله يخليك. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني في البداية حبينا نتعرف على البرنامج اللي قاعد تقوم به خلال هذا الشهر الكريم، ايش عندك؟ والله انا يعني للسنة الرابعة على التوالي في برنامجي هو حقيبة هلا. حقيبة هلا طبعا برنامج مدة 4 ساعات، كان يمكن 3 ساعات ولكن مؤخرا صار 4 ساعات. و يعني فكرة البرنامج هي مسابقة بسيطة كذا خفيفة شوي، ترفيه على الصايم والمستمع في الطريق وهو طالع من دوامه، وهو يعني تعرفي. إبراهيم من الساعة كم حتى الساعة كم؟ بس من الساعة الواحدة، من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة الخامسة. من الخامسة يعني ما دام ان هذه السنة الرابعة مثل ما ذكرت وزودتوا المدة، هذا دليل على انه في اقبال كبير من المشاهدين والله، من المستمعين عفوا، لذلك حبوه. والله انا شخصيا مستمتع في البرنامج، وقاعد يعني اشتغل في البرنامج من يعني من خاطري، عارفه انا مستمتع مع المستمعين ومع المتصلين واللي يشاركونا بالرسائل ايضا. يعني قاعد اقضي معهم جو حلو، ما هو شغل ولكن هواية وتقضية يعني. واحنا متأكدين راح نقضي معاك جو كثير حلو. إبراهيم ايش رأيك تاخذ طبعا الحلوى وقهوتك واستمتع فيها قد ما تقدر؟ احنا اكيد في هذه اللحظات راح ناخذ موسيقى ومقطوعة وكذا، وبعد كذا راح نرجع اكيد لاستكمال هذا الحوار مع اخونا إبراهيم. تفضل. إبراهيم يعني مثل ما ذكرنا وقلنا من البداية، أنت من الأصوات الجميلة، أكيد لك قصة حلوة دخلتك الإذاعة وخصوصا هلا اف ام، شو هذه القصة الحلوة؟ والله يعني أنا أعتبرها صدفة. أنا كنت في زيارة لصديقي حسن، حسن مول اللي هو طبعا مذيع في الام بي سي 3. نعم. وأخذ يعرفني على تفضل قهوتك ما نقاطعك إلا بالخير. أخذ يعرفني على بعض اقسام الام بي سي اف ام هناك. شكرا. في مدينه الاعلام عجبتني، يعني يمكن انا دخلت التلفزيون ودخلت عده اقسام في الام بي سي، ولكن شدتني الام بي سي اف ام فحبيت اجرب هناك. بعد يعني المسؤولين ما كان عندهم مانع. احسنت. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. الله يخليك. شكرا لك. تسلم. فسجلت يعني كتست صوت شوي، يعني مقطع بسيط. بعد فترة جات الموافقة اني انا ابدا اتدرب معهم. حلو. ابراهيم طيب انت كنت في الاذاعة المدرسية، كان لك تجارب قبل كذا؟ انا كنت من الصف الثاني الى الثانوية العامة في الاذاعة المدرسية. ممتاز ممتاز. يعني فكنت منشد وكنت اقرا قران ايضا. الاكثر كنت اقرا قران، و يعني سبحان الله تطورت المسألة إلى إذاعة والحمد لله. كم سنة صار لك الآن أنت في هذه المهنة كمذيع برامج إذاعية؟ أكمل السنة الثالثة وهذا الرابع. ما شاء الله. أول برنامج تتذكره شنو كان؟ أتذكره نعم، كان يوم أحلى، كانت مدة ساعتين، وكنت ملتزم بنص، يعني هو مجرد أخبار بسيطة لكن الحين الحمد لله صارت يعني
البرامج سهلة بالنسبة لي وما فيها أي صعوبة بي. ما عاد في نص الآن يجبرك لا أنك أنت تقول نفس الكلام اللي مكتوب، صرت الآن تنطلق خلاص الأمور صارت سهلة زمام الأمور يعني الحمد لله. نعم حلو. إبراهيم من المذيع اللي تحس أنك أنت متأثر فيه وتحب كذا تسمع صوته دائما في الإذاعة؟ في شخصية معينة تأثرت فيه؟ والله تقدر تقولي يمكن أنا من صغري كنت متابع للأستاذ إبراهيم اليحمدي. من الأصوات الجميلة. نعم والتقيت معه مرة وجلسنا وتكلمنا شوي وأعطاني نصائح في بداية مشواري وتكلمنا أكثر يعني حول الإذاعة وأساسيات الإذاعة. فأخذت منه الكثير. أخذت منه أشياء جميلة والله وأشكره. أشكر جزيل الشكر يعني على نصايحها كانت. يعني هذول الأشخاص وهذول الأسماء إحنا فعلًا يعني إحنا تلاميذ نتعلم منهم وناخذ يعني وهم قاعدين يأخذون بإيدنا حتى نوصل إلى هذه المراحل ولا زلنا تلاميذنا. يعني. إبراهيم طيب في برامج معينة كذا تحس إنها تحب إنك أنت تقدمها، هذه النوعية من البرامج الإذاعية فيها أنا فيها إبراهيم. أنا حقيقة يعني. لي فكرة وطرحتها يمكن على المسؤولين في إدارة هالأف ام وتقبلوا الفكرة بس قاعد حاليا بس أرتب على أساس إن شاء الله أبدأ فيها. وهي طبعا فكرة برنامج شعر، هو أنا مش شاعر ولكن عندي بعض يعني متذوق للشعر متابع للشعر والشعراء وأخبارهم. فأتمنى إن شاء الله أني أكون قريباً أبدأ فيه إن شاء الله، أبدأ في البرنامج وأتمنى. تحب البرامج المباشرة، أصلاً إحنا سمعناك دائماً على البرامج المباشرة. تسلم. أكثر من البرامج، لك برنامج مسجل؟ أنا صراحة ما أعرف غير البرامج لا مسجل لا كلها برامج. في إحساس يختلف أنا أتوقع. طبعاً يعني المباشرة هي فيها روح عارفة، ولكن المسجلة شو ما بتكون مسجل غير ممكن تعيد وترجع مرة ثانية تغلط تعيد فعلا. غير على أنا يعني لما أسجل برنامج أغلط يمكن 20 مرة وأتعب والله وأخذ وقت أكثر من وقت برنامج المباشر. طيب لكن المباشر لا أبدا أستغرب من نفسي يمكن يعني الحمد لله ما في أي أخطاء، يمكن في أخطاء بسيطة ولكن المسجل متعب شوي متعب بالنسبة لي. فإبراهيم من يخلق هذه البرامج في الإذاعة، البرامج الهادفة، البرامج اللي تكون قريبة للمستمع نفسه، من يخلقها؟ هل هناك معدين مختصين أو أنتم كمذيعين أيضا قريبين من الجمهور من الشارع من الناس اللي تتواصلوا معهم؟ حبينا من يخلق هذه البرامج؟ إحنا يعني حقيقة إحنا في الإذاعة كمذيعين ومخرجين ومنفذين نعم وحتى الإدارة يعني كلنا روح واحدة، الأفكار أفكارنا واحدة، يعني ممكن أنا أجيب فكرة أطرحها على أحد زملائي يقدمها يشتغل عليها ما في هناك أي مشكلة يعني بينا تعاون. إحنا ما في عندنا معدين، إحنا كمذيعين إحنا معدين لبرامجنا بأنفسنا ولكن تألفنا دائما مع بعض في الإذاعة هو هذا يعني هذا الاجتماع هو اللي يخلق الافكار افكار البرامج و يعني كل ما يسمع المستمع على الهواء يعني ايد واحده ما تصفق لا لازم اكثر يعني ايدين مع بعض حتى يطلع الناتج حلو. في شغله جدا جميله في هلا اف ام وفي اكثر من اذاعه مختلفه يعني كانت حكوميه او خاصه، المذيع نفسه هو مذيع وبنفس الوقت مخرج، تشوف ينزل الفيد ينزل الصوت ويحط الاغاني وغيرها. هذه انا بدات فيها في هلا اف ام، يمكن زملائي كانوا يستصعبوها شوي ولكني حبيت اني ابدا فيها فكنت اقعد مع. ليش حبيت تبدا فيها؟ هل تحس انك انت افضل انك انت تخرج هذا العمل اللي تقوم به ولا يكون عندك مساعد؟ يعني انت عارفه اني انا كمذيع انا اللي راح اكون متواصل مع جمهوري، فانا وجهه نظري انه انا عارف جمهوري شريد او جوي الخاص يعني مع مستمعين جمهوري الخاص، انا احب اخلقه بنفسي. ففضلت اني بعد هي تراها شغله التنفيذ يمكن شغله ممتعه والله انا استمتع انا انفذ على الهواء احط اللي اريده فيعني بدات فيها قبل يمكن سنتين والحمد لله احس اني يعني مرتاح كمنفذ ومذيع. الله انا يعني يمكن اكثر المستمعين بيظنوا اني انا معي مخرج او معي منفذ هم متابع او يعني
نشتغل أنا ومعه، لكن أنا بالحالي أدي يمكن الصباح الإذاعة فاضية أبدأ برنامجي وأخلصته. على هذا السؤال، على هذا المضمار الحديث اللي تكلمت عنه كذا، في سؤال يفرض نفسه من نفسه، إنه هل فعلًا إبراهيم الغيبر كون كذا علاقات جميلة بينه وبين المستمعين اللي يتصلون معه، صرت كذا تعرفهم من أصواتهم، أول ما يقول لك ألو أهلاً يا فلان، كيف حالك يا فلان، وتتواصل معهم خارج الإذاعة أيضاً؟ والله يعني كتواصل خارج الإذاعة لا، ما أعتقد أني أتواصل، لكن أنا صرت فعلاً أعرف كل صوت يتصل، يمكن صرت أعرف أكثر من 50-60 صوت. ما شاء الله عليك. والله فيعني صار لي جالي يعني التقيت مع بعضهم، لكني يعني سبحان الله مثل ما هم انصدموا بالصوت والشكل، وأنا بعد تفاجأت ببعض أشكالهم، لكن يعني شغلة حلوة أنك تكون عارف صوت متصلك وجمهورك اللي يشاركك دائما. نعم، ما فكرت في التلفزيون؟ يعني إبراهيم في مجموعة من المذيعين الإذاعيين أيضا فكروا في التلفزيون واتجهوا أيضا إلى مجال التلفزيون، ما فكرت فيها؟ الفكرة بيني وبين نفسي مطروحة، ولكن عاد يعني البركة فيكم إن شاء الله. إذا النية موجودة؟ موجودة يا جماعة يا مسؤولين، ترى النية موجودة عند إبراهيم، وخذوا بإيده ووصلوا للتلفزيون لأنه يستاهل، ولدنا يستاهل، نتمنى ذلك. طيب إيش البرامج اللي تابعها في التلفزيون؟ إيش البرامج اللي تعجبك؟ والله في يعني حاليا في شهر رمضان أنا متابع لدرايش، وأيضا مسلسل زينب، هذه يمكن أكثر مسلسلين أنا متابع لهم، بالإضافة إلى على السحور أنا يعني صديق دائم له. نعم، خلينا شوي نتعرف عليك أكثر. طيب إيش رأيك؟ خلينا نتكلم عن دراستك. دراستي حالياً بعد من لازل طالب في إحدى الكليات هنا الخاصة، و يعني في تخصص معين قاعد تدرسه الآن؟ للحين صراحة ما تخصصت. ما تخصصت، ولكن يعني هو إيش حاط في بالك؟ في تخصص تبغي تتخصص فيه ولا إلى الآن ما أخذ قرار؟ ما أخذ قرار، ولكن يمكن يعني الفكرة الأكثر بتشدني للاستثمار أو البزنس. إن شاء الله هذا التخصصين يعني. من أي المناطق إبراهيم؟ من الباطنة. من الباطنة. نعم، نتمنى لك أكيد التوفيق. طموحك في الحياة جدا مهم، إن الإنسان الناجح أكيد يكون عنده طموح، فما هو طموح إبراهيم؟ على صعيد العمل أنا طموح بإني أنا أكون يعني أصل إلى مستوى مثل ما وصلوا إليه أساتذتي اللي هم سبقوني طبعاً، اللي طلعنا على أيديهم وعرفنا الإذاعة على أيديهم والتلفزيون. أتمنى إن شاء الله يوم الأيام إني أكون بحجم أحدهم، والتوفيق من الله. إن شاء الله يوفقك يا رب. إبراهيم الغيبر، ماذا سوف يكون عندك إن شاء الله من برامج من بعد رمضان بعد العيد؟ إيش راح يكون عندك بإذن الله؟ هو طبعا بالاضافه الى برامجنا الاساسيه في هلا اف ام، طبعا عندنا ثلاث برامج اساسيه حاليا، انا او بعد شهر رمضان ان شاء الله راح يكون في برنامج الطلبات والاهداءات اللي هو طبعا المساء، بالاضافه الى الفكره اللي خبرتش عنها في بدايه لقائنا عن موضوع برنامج الشعر. نعم، ان شاء الله اتمنى ابدا فيه بعد رمضان ان شاء الله. شكرا جزيلا ابراهيم الغيبر على حضورك معنا، ونورتنا بامانه. الله يخليكم. الله يسلمك يا رب، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. اكيد مشاهدينا متواصلين معكم.